ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. خلاص الإنسان مهم جدا لربنا، وخلاص الإنسان يعتمد على إيمان الإنسان، وفي ناس إيمانها قوي، في ناس إيمانها ضعيف، وفي ناس عديمة الإيمان. أسباب عدم الإيمان أو قلة الإيمان كتيرة، منها وجود معرفة لا تنفع، تاني نقطة وجود قلب لا يخشع، النقطة التالتة وجود نفس لا تشبع. أول نقطة وجود معرفة لا تنفع، ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال يكتب. المعرفة الضارة تبعد الإنسان عن ربنا، أما المعرفة النافعة هي تقود الإنسان لإيمان قوي. ناموس الرب، وصايا الرب، معرفة تنفع الإنسان. شهادات الرب صادقة تسير الجاهل حكيما. يا مناس كتيرة ضاعت بسبب المعرفة الخاطئة. سجان فيليبي هو اللي حط المقدرة على رجلي بولس وعلى رجلي سيلا. يقول الكتاب المقدس على سجان فيليبي: وضبط أرجلهما في المقدرة، لكن لما آمن سجان فيليبي، الكتاب المقدس يقول إيه؟ فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات. الإيد اللي حطت الناس في المقطرة هي نفس الإيد اللي غسلت الناس من الجراحات. المعرفة الصحيحة تقود الإنسان للخلاص. لا تفعل مثل الآخرين اللي بيهربوا من المسؤولية. ما تعملش مثل آدم عندما أكل من الشجرة، فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. بيرمي الذنب على الآخرين، لكن المعرفة النافعة هو الإنسان يلوم نفسه. رعوث المؤابية مع نعمة، فقالت رعوث: لا تلح علي على أن أتركك وأرجع عنك، لأنه حيثما ذهبت أذهب، وحيثما بت أبي، شعبك شعبي وإلهك إلهي. بتقول لها كده: ما تحاوليش معايا، أنا مصممة إن أعيش معاك. المعرفة الصحيحة تقود الإنسان للخلاص. في مدينة أثينا الفلاسفة لما شافوا بولس الرسول قالوا عليه إيه؟ ترى ماذا يريد هذا المهزار أن يقول؟ وبولس الرسول وقف قدام فيستوس، قال فيستوس بصوت عظيم: أنت تهزي يا بولس، الكتب الكثيرة تحولك إلى الهزيان. طب بطرس بيقول إيه على بولس الرسول؟ واحسب أناك ربنا خلاصا كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة المعطاة له. واحد بيعتبره حكمة، واحد بيعتبره هزيان. عشان كده كلام العالم كتير، والإنسان بيتوه بسبب كلام العالم. النهاردة توما ما كانش في حد يقدر يرجعه الإيمان غير السيد المسيح. يقال على يوشيا الملك الصالح: وعمل المستقيم في عيني الرب، وصار في جميع طريق داود أبيه، ولم يحد يمينا ولا شمالا. طريق معروف. المعرفة الصحيحة تقود الإنسان للخلاص.
النقطة الثانية في ضعف الإيمان أو عدم الإيمان وجود قلب لا يخشع، قلب لا يعرف مخافة الله، قلب قاسي. نبال كان متجوز واحدة اسمها أبيجايل، امرأة حكيمة. شوفوا الكتاب المقدس بيقول ايه على أبيجايل وبيقول ايه على نبال. واسم الرجل نبال واسم امرأته أبيجايل، وكانت المرأة جيدة الفهم وجميلة الصورة، وأما الرجل فكان قاسيا ورديء الأعمال، يقدر يتهم الآخرين بالزور من أجل أن يكون صاحب أملاك. النقطة الثالثة وجود نفس لا تشبع. لا تشبع من إيه؟ من مقتنيات وملذات العالم. نفس عايشة في عدم رضا، مشغولة بالعالم. بولس الرسول بيقول: إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم، يا سروري وإكليلي. كل واحد من الشعب بتاعه سرور وإكليل لبولس الرسول. يبقى هنا نفس شبعانة بربنا، بعكس النفس التي لا تشبع من مقتنيات وملذات العالم. قديس أغسطينوس بيقول لربنا: كنت معي ولكن من فرط شقوتي لم أكن معك، عمال أجري يمين وشمال وعافر، مفيش في القلب من جوه سلام وهدوء. اللحظة اللي فيها القديس أغسطينوس فرح بربنا هي اللحظة اللي سلم حياته لربنا. طرق كتيرة بتضيع الإنسان، لكن الأهم أن يكون للإنسان إيمانا قويا يتمتع به مع الله لكي تكون له سكن السماء.